ما تشاهدونه بقايا حريق مهول شب في قرية بوزعرور ببلدية بين الويدان غربي يسكيكدا، مخلفا خسائر فادحة في أوساط الفلاحين ومربي الدواجن. المجموع كاينين سبعة، كاينين زوج شارجيين واجدين عادي واحدة منا من تحت، وكاينين خمسة فارقين. أما بالنسبة للخسائر اللي صارت في الأشجار تاع الزيتون حسب ما قيمناها لهنا في الجنان هذا بالذات، كان 150 شجره تاع زيتون، منها 81 شجره تاع زيتون مثمره. لا تاش تتواصل للجناين اللي عندي نتاع النزاش ونتاع التفاح ونتاع هذيك، ما خلاتهاش وصلت وللدار والحيوان اللي عندي في الكوري وعندي في هذيك طرف الدار. الحريق الذي اتى على الاخضر واليابس وتسبب في اتلاف مساحات واسعه من الغابات واشجار الزيتون وخلايا النحل وبيوت بلاستيكيه لتربيه الدواجن دعا الفلاحون لفتح تحقيق بشانه والعمل على توقيف الجاني في هذه الجريمه. نطالب السلطات بفتح تحقيق للكشف عن الجاني. الفلاحين رانا مضرورين خويا، والله رانا مضرورين بالبزاف. يعني تشوف خسائر كيما هذه فيها 5000 دجاجة واجدة، 5000 واجدة، عيطنا للكمايم يجيو يشرجيو. الخسائر يعني تقيمها جملة تلقاها في 300 مليون. موجة الحرائق التي تهز مختلف أرجاء الولاية منذ انطلاق موسم الصيف مخلفة خسائر كبيرة ليست بريئة البتة، ويستدعي تكرارها واستمرارها بهذا الشكل المرعب تدخلا حازما من قبل السلطات الأمنية.